بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير خوتي. اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص ريغلاج تاع لي سوباب تاع داسياسيون ديرو ستيبوي أو السيارات رونو اللي فيهم محركات 1.4 إيسونس. خوتي قبل ما نبدا في الشروحات نقول لكم ما تنساوش تابونيو في لاشان يوتيوب حميد ميكانيك، وأيضا في الصفحة تاعي فيسبوك حميد ميكانيك. راح دركا تيا نوريكم واحد الفيديو تاع واحد الميكانيسيان، مانيش راح نقول لكم وين جا ومانيش راح نقول لكم على اسمه، ربما ماهوش حتى من الجزائر. المهم كاين دركا تيا فيها لا لاحظتو بزاف لي ميكانيسيان راهم يديروا في الفيديو لي جان ميكانيسيان، وهذا راهو شيء مليح وشيء انا نسجعو. بصح الشيء اللي راني ضده هو ساعش يمدوا معلومات قالطين فيها في الفيديو هذه. هذا الانسان راهي يمد في واحد المعلومه راهو قالط بتاتا. عمي حميد راهو يجيب لكم في المعلومات من لي سيت سبيسياليزي ومعلومات تاع 50 سنه تجربه 50 طون ديكسبيريونس. تقريبا راني نعدي واحد ساعه حتى لساعه ونص في الانترنت ندير في الابحاث باش نقعد ديما في لا باج في المستوى نقولوا العالي باش نجيب لكم معلومات اللي يفيدوكم واللي تستفادوا بهم. هذا لو جون ما تقولوليش باللي راك تفضح فيه، انا مش نفضح فيه، بصح راني في هذا الفيديو راني رايح نلفت انتباهه باللي يا اخي راك قال وصحح معلوماتك. حبيت تدير دي فيديو ما عليهش، بصح ما تقلقش الناس، كاين الحمد لله كاين الكتابات كاين الانترنت كاين كلش كاين في دركا تي في الانترنت، تقدر تجيب معلومات صحيحه دير ابحاث ومد للناس معليش يتبعوا الصفحه تاعك او يتبعوا لاشان تاعك. خوتي هذا لا ريفيو تكنيك راكم تشوف فيها لهنايا. هذه لا ريفي تكليك اللي راك تشوف فيها لهنايا، عمي حميد راه يخدم بها، وهذه راهي من تقريبا الثمانينات. ديما نهضر لكم بالواقع، شوفوا الريغلاج تاع الوسمه قداه. نورمالمون نديرو دو ريغلاج، بس حنا مالاش نديرو فيه، رانا نديرو فيه ريغلاج فريد. يقول لك في الألف كيلومتر الأول دير ريغل على لادميسيون 15 وليشابمون 30، بس قلو مليح ها. بصح بعد 1000 كيلومتر عاود سيراج تاع الكلاس أفروا، وعاود ريغل ليشابمون 0.25 ولادميسيون 0.10. حنا رانا نديرو في 0.25 وليشابمون ونديرو في لادميسيون نديرو فيها 0.15 من جهه. هذا لا ريفي تكنيك خاوتي، شوفوا راه وقت ما طبع دوزيام سيمستر 1980 صح. راح تقولوا لي عمي حميد هذا حوايج قدم. خاوتي في الالكترونيك كل شيء معاكم، بصح في الميكانيك راهي كلمات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما تقدرش تقول واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. هكذاك الحوايج ميكانيك ما يتبدلوش، يبقوا هما. كاين هذا الكتيب اللي ديما نخدم به، تقريبا عنده واحد كنشوفو وقت تخدم. شوفوا ليديسيون تاعو ها هو، هاي لهنا 1979. من طرف بروفيسور لك تشوفوا فيه اس ام شولي صح، عنده تقريبا 40 سنة هالكتيب. شوفوا شو يقول لو جو لهنايا، يقول لو جو
تاع لي سوباب يتريكل ا زيرو فا زيرو فا سوا لادميسيون ولا ليشابمون. بصح يقول لك كل كونستركتور كل صانع تاع سياره يقدر يعطيكم لو جو سوباب لي ديروه، وهذا يعطي عموميا هاك تشوف زيرو فا. ويقول لك لا شفتوا لا ديستريبيسيون تاعكم تقربع سما لا كاين حس في لي دوا تقدروا تريقلوهم تقصوا منهم. صح، حنا الريغلاج اللي رانا نديرو فيه دركا واش نديرو؟ رانا نديرو انا هاو الريغلاج اللي ندير فيه، ندير بهذه لاجوج، نخدم بهذه لاجوج، ما نخدمش باليد هكذاك ولا ندير لام ولا ندير كما تشوفوا لهنايا لادميسيون نديرها 15 هذه 0.15 وليشابمون نديرها 0.25 كما تشوف هنا يخرجوا لي دوا تاع لي سوباب ما يشكشكوش لاخاطرش. وعلاه كما فهمتكم ذاك النهار هاو لو دوا راك تشوف فيه لهنا وهاي الصبابة قد ما توسع هنا ما بين هذه وهذه قد ما يكثر الخبط، وهذا الدواء يعود كل مرطو كيعود كل مرطو واش يدير؟ اولا يعود عندك حس مزعج في المحرك، ثانيا هذا الدماغ تاع لا صباب يتبلاطا وكاين اللي ينقص خلاص من قوه الخبط ينقص، وكاين اللي صبابة تتلف. مالا باش ما تطيحوش في الغلطه هذه ديروا ديما كما قلت لكم 0.15 لادميسيون و 0.25 ليشابمون، وان شاء الله المحرك تاعكم الحس تاعو ما تسمعوهش، وثانيا لي سوباب هذو ما يتلفوش. كان بزاف انا ساعات تكون تكربيعه خفيفه حس خفيف في المحرك تاع لي دوا يجوا يقولوا لي يا عمي حميد رجلهم لنا، نقول ما ودي تاخذوا راي خلوهم هكذاك خطاش كي تنقص كاين الميكانيسيان تينقصوا في لو جو، نقولوا اوليو 25 في ليشابمون خطاش ليشابمون السوباب تاع ليشابمون تسخن بزاف وتتمدد، كي تمدد راح تفرمي لو جو. بصح كون نزيد انا نفرميه راح تحرق راح تتحرق لهنايا، هذيك الساعه تعود في خدمه اخرى تعود تنحي الكولات وترودي ليسوباب بدل ليسوباب تكون تعود في مهرجان واحد اخر. مالا انا ننصحكم ديما لي سوباب ايشابمون 0.25. وهذا السيد اللي راهو حاط في الفيديو ويقول ريغلو ليشابمون 0.40 لادميسيون 0.20 وليشابمون 0.40، والله يا خوتي كنت نريغل في لادميسيون تاع الكماينه سوناكوم ريغلهم 0.25 وليشابمون ريغلهم 0 حتى لحق حتى 0.40. يا صاحبي هذه راهي سياره راه ماهيش كاميو. دركا نشوفوا الفيديو تاعو وهذيك الساعه نزيد نفهمكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جينا على لي دوا باش قلنا لكم البارح كي نكونوا كالو في لي دوا باش تشوفوا لي دوا جماعه في هذا المحرك باش ما يكونوش مزايرين بزاف وكاع عشان نسحقوا هنا نسحقوا جيت كال اللي هو هذا، نسحقوا غير من هادو لي لام نسحقوا زوج نقلعوا ال20 ونقلعوا ال40. الكوتي تاع لادميسيون اللي هو لابراكا مكسومه على زوج، كاين كوتي ادميسيون كوتي ايشاطمون. الكوتي ادميسيون يتكالو بال20 والكوتي ايشاطمون نعبروهم بال40 كيما راني داير انا هنايا. شنو نسحقوا هنايا؟ نحكموا هذا القيد من الفوق كيما هكا بانسايتو، والديس افوش نرخفو غير ليكرو اللي هو هذا وندخلو الجيت كال بهذه الطريقه هذه كيما هكا، ما يلقش تكون مزايره بزاف وما يلقش تكون مرخوفه بزاف. هذا هو الريغلاج تاعهم ماشي حاجه كبيره، ليكون في العلم الايشاطمو بال40 والادميسيون بال20. حاجه اخرى اللي حبيت نضيفها كما قلت لكم راكم شفتوا هذو لي ريفيو تكنيك تقولوا يا عمي حميد راه مقدم صح. درك انا المعلومات اللي راني نعطيكم فيها هي اكل من لي سيت سبيسياليزي او ميكانيك، ونعطيكم فيها من كاين دي زابليكاسيون كما لوتو داتا هي اللي يعطونا تاع كل صانع يعطيك السمات تاعو
قال بيجو ها هو واش يدير بصح تقريبا اكل كيف كيف رايحه من الكانس البنتساك مش عاقبين خوتي. في الاخير نقول لي جوال هذو كم تقدروا تتعلموا ابونيو في لاشان تاع لي يوتيوبر لي غران يوتيوبر مش نهضر على نفسي كاين ربما ما اكثر مني انايا ابونيو في لي سيت سبيسياليزي كما مثال تلمسان الكترونيك كما لي زامي ديديا كاين بزاف لي سيت وكاين حتى لي سيت تاع عربيه تقدروا تابونيو فيهم وتكونوا نقولوا عضو وتستفادوا تقدروا تفيدوا وتستفادوا تجيبوا معلومات وتقدروا المعلومات هذيك تنشروها ويستفادوا بها مالين صيرات او لي زابرونتي او لي ميكانيسيان او كاليفي. خوتي كما راك تشوفوا هنا قدامي لاكولاس هذه تاع داسيا فيها وي فالف وي سوباب. شوفوا شوفوا لهنا الدماغ تاع السوبابا هذه او هذه المهم اكل كيف شوفوا كاش راهم دايرين. شوفوا كاش راهم ولاو بلاطين نزيدوا نروحوا الاخرى شوفوا كاش راهي نزيدوا نروحوا الاخرى شوفوا كاش راهي نزيدوا نروحوا الاخرى شوفوا كاش راهي عواجتهم من فوق الدماغ تاعها شقلت بلاطة. دركا نوري لكم زوج سوبابا تجدد شوفوا خاوتي شوفوا الدماغ تاع السوبابا جديد كاش راهو هاوليك شوفوا كاش هاي الاخرى شوفوا كيفاش مداير شوفوا كاش مداير ماهوش مبلاطي. وشوفوا لي هادو هذا منين شوفوا حتى تحفروا دماغ تاعهم الفوق تحفر شكون اللي حفرهم هادو لي دوا من لهنا خاوتي لي دوا هادو هما اللي يحفروهم وعلاه باش ما يقلطوكمش لي ميكانيسيان يقول لك افتح في لازم نفتحوا في لي دوات كولبيتور صح تفتح بصح كاين حساب لازم تديرو على حساب الكونستركتور على حساب كل سياره كي تفتح ياسر تعطيها 30 ولا 35 ولا 40 هذا واش يعود يدير خاوتي هذا الدواء شوفوا كاش يدير كي تعود مفتوح ياسر هذا الدواء كي يعود مفتوح ياسر شوفوا كاش يعود يدير كل مرته ورايح كي يعود يدير كلمته راح يلبس الدماغ هذا راح يلبسه. انا ننصح مالين سيارات يقولوا للميكانيسي تاعهم كي يجوا غادي يريقلوا صاب يريقلوا على حساب الكونستركتور واش يقول وهي لي ريغلاج على حساب لي ريفي تكنيك يقول لك ريغل 20 ديزيان ويقول لك لا شفت نقولوا لا شفت الحس لا عطلة ديستريبيسيون برويونت بالفرنساوية لا شفت كاين الحس لهنا في الكمبيوتر يقول لك نقص. خاوتي ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو.